تعالى افرجكم على المفرش القطيفة ده او الفارو، انا مش عارفة هو قطيفة ولا فارو اللي ماما جابته. بصوا يا جماعة الماتيريال بتاعته حلوة جدا، وفي كده الخيوط دي اللي هي بتلمع، ماشي شكله حلو قوي. وكمان جابت الفوزة دي، عايزة اقول لكم الفوزة دي بصوا يعني هي فخار، الماتيريال بتاعتها حلو قوي. تخيلوا بكام سعرها؟ 50 جنيه بس يا جدعان، بجد اللي هو ايه ده، بلاش اصلا. عايزه اوريكم كمان المخده دي، استنوا. فاكرين المخدات اللي انا جبت منها؟ وريتها لكم. عندي اللي هي لونها ابيض، ماما جابت منها كذا لون، هوريها لكم. دي اللون النبيتي منها. تخيلوا الواحده يا جماعه كانت ب60 جنيه، كانت عرض يعني يا بلاش. ومن المفرش اللي وريته لكم على السفره هي جايبه منه كمان اللي هما دول، حطينا واحده نبيتي. تعالوا اوريكم الكشمير، ده شكل الكشمير يا جماعه. ازازة الزيت دي بتاعتي ماما اشترتها لي وهتوديها شقتي، لان قاعدة عندها انا الفترة دي، فهي اشترتها لي وقالت لي انها هتوديها شقتي. تمام، دي المخدة الكشمير، دي بقى اللون الكافيه، يعني دي زيهم بس اللون الكافيه. تمام، شكلها حلو برضو وشيك قوي. المخدات دي اصلا بتعمل ديكوريشن هايل جدا جدا للمكان يا جماعة، بجد اي لمسة بسيطة بتفرق في بيتك 180 درجة. ده اللي حابة اقوله لكم، حافظوا على بيوتكم، اديهم لمسات حلوة واشتروا لنفسكم فيه عشان تعرفوا تعيشوا حلو ونفسكم تتفتح على الحياة. مساء الفل، مساء القمر على عيونكو. تعالوا اوريكو اشتريت ايه سريعا كده، واوريكو الدرينج بتاع مرون كده كده، هعمله انبوكسنج على تيك توك. تعالوا اوريكو، جبت الجلده دي بتاعت ببرونه بيلا. بيلا طبعا طلع لها اسنان فبقت تعضعض الجلدات كلها ما بتسيبش جلده غير لما بتقطعها، ما فيش حاجه بتعيش معانا يا جماعه يومين كاملين. طيب بعد كده جبت خل التفاح، ده طبعا خل التفاح ده كنز كنز لكل بنت في البيت بجد، ده كده قمر، ده كده تحفة 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 يعني لكل حاجة. وبرضه هعمل له فيديو هنزله في الشورت هنا او على الفيسبوك او على تيك توك، اوكي؟ يعني تابعوني في كل الابليكيشن، هتلاقوني في كل ابليكيشن منزله فيديو مختلف. تعالوا بقى اوريكم الترنج بتاع مرون. بصوا اول حاجه التيشيرت ده شكله، انا سنده لكم كده على السرير عشان تعرفوا تشوفوه. هو التيشيرت ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش افتكاسات كتير، هو لونه ابيض وفي قطعه سودا كده زي ما انتم شايفين، هو ابيض والقطعه اللي في النص سودا وفي جيب، بس هو ده الافتكاسه بتاعته، يعني ما فيهوش اللي هو ايه افتكاسات كتير او شغل كتير او كده. ودي اكتر حاجه عجباني انه سيمبل، التيشيرت سيمبل اوكي. ده مقاس لارج يا جماعه، وهو مرون ارفع من كده طبعا فهيأمركوا او يضيقوا على حسب تنطقوها ازاي. تعالوا اوريكم البنطلون، الشغل كله بقى هنا، يعني الشغل كله بتاع الترنج هنا. الترنج زي ما انتم شايفين اللون الغالب عليه الاسود عكس التيشيرت، لو ملاحظين اللون الغالب على التيشيرت هو الابيض، هنا اللون الغالب على السويت بانس او البنطلون اسود، والقطعه اللي في النص مختلفه هي بقى اللي ابيض. ده هيعمل ماتشنج قمر، ده بجد هيكون خرافي جدا جدا في اللبس فوق ما انتوا تتخيلوا. بص الجيب بتاعه عامل ازاي، الجيب بتاعه شيك جدا جدا جدا، تحفه تحفه تحفه. بصوا هو استك كده من هنا، عايز برضو يتضيق شويه لان مرون خس جدا جدا الفتره دي، فعايز بس يتضيق شويه. سعره يا جماعه كان 245 جنيه، يستاهل سعره. شايف الماتيريال بتاعته كويسه جدا بالنسبه للسعر، شايفاه شيك قوي قوي قوي، ينفع كمان لخروجه كده سريعه، فهو من الحاجات بصراحه الحلوه قوي. برضو هتشوفوا مرون وهو لابسه سواء على الانستجرام او سواء على التيك توك، لاني بعمل فيديوهات كتير قوي بصورنا وكده، والانستجرام بقى بنزل الصور ذات نفسها. تمام، فزي ما انتم شايفينه كده اهو، جميل قوي. عايزاكم برضو تقولوا لي رايكم في الكومنت، ايه رايكم فيا. هنا بقى يا جماعه انا كنت بعمل حمام زيت لشعري، استخدمت في فروه شعري زيت فيانسي، واستخدمت طبعا على الشعر ذات نفسه زيت جوز الهند، ده اللي هو بتاع ماركة المصرية زيت فيانسي. هنزل لكم ريفيو عنه في الشورتس على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. تمام، تابعوني في الاكونت بتاعتي كلها عشان بنزل لكم في كل مكان كده حاجة مختلفة. طيب هنا بقى كانت ماما راحت عند بلبن عشان تجيب لنا من عنده القشطوطة، بس ما جاتش كما خططنا ليها، وانا اكلت اصلا ونسيت اصور لكم. مرون بقى يا جماعة ايه طلب لي من عند كوركي الفرايد تشيكن بتاعت كوركي وكده، كان بقالي كتير ما كلتش من عنده، وكان العرض اللي هو 9 قطع ومعاه سويت شيلي صوص و رانش صوص. تمام، وهنا بقى كنت بوريكو علبة القشطوطة اللي انا اصلا كلتها ونسيت اصورها معاكوا اساسا، يعني بس حبيت اشارككوا يعني الوجبة بتاعتي.
بصوا يا جماعة، من أفضل الحاجات المعطرة للجسم بجد اللي بستخدمها بقالي فترة وقاعد معايا كتير جدا، مش عارفة هيخلص امتى ده، يعني أنا لازم أحاول إن أنا أخلصه بجد. المخمرية دي بتاعت سهر الليالي، بصوا أنا استخدمت منها كتير قوي، يعني أنا بقالي تقريبا 5 شهور بستخدمها وبجد مش بتخلص، بتحتاجي منها نقطة واحدة، يعني شايفين دي كده، دي بجد بتغرقني، بحطها في أماكن النبض بجد بجد، يعني مش عارفة كده انا خدت منها خلاص. فبجد ايه ده، يعني بتقعد معايا فترات طويلة جدا جدا جدا. يعني هي سهر الليالي، كان في بنوتة بتقولي ما بحبش ريحة سهر الليالي، هي مش هتناسب كل الاذواق طبعا، هو الروايح بالذات تبقى على حسب الذوق. بصوا الصلاحية بتاعتها المفروض تخلص شهر 10 2023، يعني المفروض تخلص كمان 6 شهور. المهم ان انا احاول اخلصها بقى قبل ما ال6 شهور دول يخلصوا. ايه تمام، فانا حبيت بقى اعرفكم على، انا كده كده كنت يعني هحطهم دلوقتي، فقلت ايه اكلمكم كده عن ده وده، دول كلمتكم عنهم قبل كده. بس يا زبط، تعالوا برضو اقول لكم على المست ده. المست ده يا جماعه اللي هو بتاع دكتور عربي، اتعمل عليه ضجه رهيبه، اتعمل عليه ضجه، يا لهوي بجد على الضجه اللي اتعملت عليه، كله يقول ده اجمد مست جربته، ده احلى مست في الحياه، ده مش عارفه ايه، لازم كلكم تجربوه، ده فيه فرمونات، يا لهوي. عايزه اقول لكم ده بالرمان حلو بس عادي، هو فريش، عايز مصيف مثلا، بس ريحته فروتي رمان مش عاجبني، يعني تحس ان هو فروتي او تحس انه عصير صناعي، ريحته صناعية جدا. يعني قبل كده كنت بستخدم مست بالرمان كان تحفة، ده كرهني في ريحة الرمان اللي في العالم كله. يا جماعة بجد بكلمكم عن المنتجات بكل صراحة، بحبش الافتكاسات ولا اتكلم بقى عشان اطبل للمنتجات والكلام ده، لا يعني انا ما حبيتوش، واللي يشوفه في اي مكان ما يجيبوش، فلوسه على الفاضي. ماشي هو مش غالي قوي، كان ب65 جنيه، بس انا شايفاه فلوسه على الفاضي، مش هرجع اجربه تاني ابدا حقيقي، مش هرجع استخدمه ابدا، يعني هخلصه كده واخر تجربة من عند دكتور عربي. الحاجة الوحيدة اللي عايزة اجربها من عند دكتور عربي هي الزيت بتاعهم، زيت الاطالة بتاعهم، كل الناس بتشكر فيه برضو، بس انا مش عارفة بقى الافكت بتاعه حلو ولا وحش ولا ايه بالظبط. بس المستات بتاعتهم دي لا 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 خالص 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 مش حلو. بصوا اللي يثبت ان هو الاصلي المحفور هنا يا جماعة، الاسم بتاعه كده اهو محفور هنا اهو، زي ما انتم شايفين، او زي ما انتم شايفين، لازم تتأكدوا ان هو الاصلي لان في منه مضروب، بس ما اصلي ولا مضروب هو مش عاجبني، بس يعني ممكن يعجب ناس. بس حبيت اقول لكم يعني تجربتي كالعادة، يعني اي منتج بجربه، ودلوقتي هرطب ايدي كريم كيران مور، المرة الجاية ان شاء الله هجيب بالفراولة عشان نفسي اجربه، متحمسة اللي بالفراولة جدا، ده جامد جدا، وعايزة اجرب اللي بالفراولة واللي بالكوكونات، ده بالفانيليا والكوكوز. وطبعا سيرم الضوافر يعني انا هستخدمه برضو دلوقتي، فحبيت ان انا اقول لكم بس كده حلوين.